بسم الله الرحمن الرحيم. بإذن الله اليوم راح أبدأ بالشابتر العاشر من مادة الهيومنتي نيوتريشن، ونتكلم لي عن الهيلث كير سيستمز أو الأنظمة المتعلقة بالهيلث كير والبوليسي أو القواعد اللي يسوونها على أساسها. فبدالي أول شيء بالهيلث كير سيستمز، أوكي؟ فيقول لي إن السيستمز اللي تنبني عليها هي منظمة ومفصلة بطريقة إن أنا أشوف أي واحدة من الطرق هي أفضل من ناحية الهيلث إنشورنس. طيب، وفي عندي أنا نوعين من الإنشورنس، عندي برايفت إنزين وعندي غفرمنتال أو بابليك. عندي البرايفت يسمونه باسمي، عندي أدمنتي أو فيز فور سيرفيس بلان، يعني أنا في عندي لستة 12 خدمة، أنا اخترت والله أبي منهم بس ثلاثة، أبي بس خمسة، فأنا أدفع على قد الخدمات اللي أنا أبيها. حاليا هي فقط تغطي نسبة بسيطة، زين، وفي عندي لها فوائد وشوية مساوئ. عندي أول شيء البرو بوننت اللي هي الفوائد حقتها، فهي شيء مرن وما فيها أي حدود، زين، ولكن من المساوئ حقتها أن الفيزيشن أو الأطباء ممكن أنهم يزيدون خدمات زيادة على أساس أنهم يخلون الأشخاص يدفعون زود. وعندي من البرايفت انشورنس عندي مجموعة من الشركات، إنزين، أو مجموعة من الأشخاص راحوا ضموا خدماتهم مع بعض على أساس إن هم يعطوني كير سيستم اللي هم أول شيء ال HMO اللي هم الهيلث مينتنس أورجانيزيشن، الهيئة المسؤولة عن إن تهتم بصحتي، وال PPO اللي هو البوينت اوف سيرفيس بلان، يعني اهما خلاص انا هنا اعطيتك الخدمه، اوكي، هنا انا جالسه احدد السعر. واخيرا البي او اس اللي هو البريفيرد بروفايدر اورجانيزيشن، هم يختارون الطبيب المناسب عشان يعطيني هالخدمه، انزين، وهم يغطون 99% من النفقات حقت الامبلويز، يعني الموظف بس يدفع بس 1% من اللي هو من العلاجات حقتها، زين. وعندي هم يضمون مجموعة من الأطباء على أساس أنهم يسهلون على الأشخاص، زين، أو يسهلون على الأقسام أنهم ينشرون المعلومات، زين، والملفات الصحية، زين. ومن الأشياء الكويسة فيها أن أنا راح أنظم أو أن أنا أحدد السعر على حسب الكونسيومر، ممكن أنا راح أقول له إن أنت تقدر تدفع شهريا، زين، أو إنك تكون بريميوم، إنه خلاص تأخذ الخدمات الأكثر وتكون من الأفضل، زين، والكو بيمنت فور ميديكال فيزيتس، يعني أنت زرت الطبيب، زين، فأنت تدفع شوي وإحنا ندفع شوي، زين. ويقول لي إن هي ممكن هي ما تعوض بشكل كافي، زين، من ناحية الدايتيشن كونسلينج. فهي فيها limitation وهي تعزز من الصحة، هذا الشيء اللي كويس فيها. وعندي أن الـ private insurance تطلع من تحتها أيضا الـ consumer directed health plan. من المسؤول عنها الـ health saving account، زين، بحيث أن الأشخاص اللي سجلوا يدفعون فقط جزء من النفقات، يعني مثلا هو طلع ب500، احنا ندفع لك مثلا 70%، انت تدفع بس 30%، انزين. وفي عندي لها منافع وفي عندي لها مساوئ. من المنافع حقتها انه بس ان الاشخاص اللي سجلوا بس يقدرون ان هم ياخذون الفائدة او انهم يقدرون يتعالجون لما يكون ضروري، لكن من المساوئ حقتها ان الاشخاص اللي يشتغلون على اساس انهم يقدمون هالخدمة ممكن يخلون ان المبلغ اللي يدفعه يروح على حسابهم وعلى حساب الشركة. والنوع الثاني اللي هو الجوفرمنتال او الحكومي، فهو متقسم على الميديكير او الميديك ايد، زين. الميديكير هو خدمة حكومية حق الاشخاص اللي فوق عمر 65 او اللي فيهم مشاكل مزمنة مثل الرينال بيشنت. وفي عندي لها جزئين، اول شيء الامبيشنت اللي هو بارت اي، انزين، بحيث ان الشخص انه خلص هو ظل مثلا شهر في المستشفى، راح اشوف كم، وهو راح يدفع بس جزء منها، وممكن ان هي تضم
إلا أنه تهتم بالشخص لمدة طويلة جدا، بحيث أن هم يغطون 100 يوم من اللي هو خذ الكير أو راح تعالج من السنة كلها. إنزين، وأيضا تتضمن لي اللي هو الأدوية اللي يوصفونها له، وهم يدفعون أيضا جزء منها. والبلان بي اللي هي الأوت بيشنت، اللي هي الأشياء اللي تكون الأوبشن، مثلا إنه هو في عندي علاج إضافي، إنه هو والله يروح يقيس طوله ووزنه على أساس إنه هو يشوف شنو نوع الدايت المناسب، لكن إذا ما يبي هذا أوبشنال. زين، وهذا أيضا إن الشخص يدفع فقط جزء من الفاتورة. والنوع الثاني مثل ما قلت الميديك ايد، الميديك ايد هي متضمنة، هو أصلا البروجرام حكومي أو البرنامج حكومي، ويضم أكثر من ستيت، أكثر من منطقة، حق الأشخاص اللي هم دخلهم قليل، والأشخاص الكبار في السن، والأشخاص اللي فيهم عمى، والأشخاص اللي فيهم إعاقات. إنزين، واللي الأطفال اللي عندهم يا أم يا أبو ما عندهم البيرنتس. أوكي، ولازم في عندي شروط حق اللو إنكم. لما أجي حق خط الفقر لازم إنهم يكون حيل تحت، بحيث إنهم يكون تحت 133%. إنزين، وهذا يشمل لي كل شيء تقريبا، يشمل لي الإنبيشنت إذا ظلوا لمدة طويلة، الأوت بيشنت، هوسبيتال سيرفيسز، وإذا زاروا الطبيب، وإذا راحوا وخدوا تحاليل الإكس راي، ولو جابوا بعد ممرضات لبيتهم، والهوم هيلث سيرفيسز. وبعدها شنو أعطاني؟ أعطاني Children Health Insurance Plan، هذه حق الأطفال اللي عائلتهم أوكي مو تحت خط الفقر، لكن إن هم عندهم الميزانية حق الهيلث إنشورنس اللي هي الخاصة، ما يتحملون تكلفتها، بما معناه إن البرايفت إنشورنس غالية بالنسبة لهم، فراحوا وسووا لهم إنشورنس بلان حق طفلهم. إنزين، ولهم، فهذه صارت لما الحكومة والستيت جوفرمنت، يعني الحكومة بشكل عام حق كل المناطق وحق المنطقة بروحها، اشتركوا وشملوا الان بيشنت والاوت بيشنت واللابوراتري والاكس راي، بالإضافة إلى خدمات اسمها الويل بيبي، يعني الطفل ما في أي مشكلة صحية، لكن طبيعي هو من الولادة إلى 4 سنوات هو يحتاج تطعيمات بشكل متكرر. زين، هذا يضمن إنه هو ياخذ كل تطعيماته، بالإضافة إلى الشايلد كير سيرفيسز، الخدمات الثانية إذا ارتفعت حرارته، صار له حالات صحية طبيعية تصير حق الأطفال، بالإضافة إلى الميديكيشنز والفيجن كير، أن يهتمون أيضا بصحة العين عنده، ولو احتاج مثلا أدول في فدول يضمنون لها، بالإضافة إلى خدمات ثانية مثل الوركرز اللي حق الموظفين، بالإضافة إلى الحيوانات اللي هي الفيجيتيريان أفير، وأيضا البابليك هيلث سيرفيسز اللي هي تكون حق المجتمع بشكل كامل، متضمنة البابليك هيلث بروجرامز والانديان هيلث سيرفيسز اللي هي الخدمات جاية من الهند، بالإضافة إلى الصحة العامة البرامج اللي تصير، وأيضا الديبارتمنت اوف ديفنس اللي هي الخدمات اللي تصير لي من الجيش، بالإضافة إلى البابليك هوسبيتالز، إنهم يضمنون إن في البابليك هوسبيتالز إن الشخص ما يدفع فلوس بشكل كبير، أو إنه هو يدفع شو اسمه فاتورة غالية. وعندي الكاتيجوري الثاني اللي هو الان لايسند، اوكي، او الان انشورد، اللي هو ما عنده اي ضمان. مين هالاشخاص؟ اول شيء اللي يشتغل لكن وظيفته ما عطته ضمان، او ان هي حيل قليلة بالخدمات بحيث ان هي ما عندها الضمان، بالاضافة الى السلف امبلويد او الاشخاص اللي عندهم اعمال حرة، او الايرلي ريتايرز اللي هو تقاعد مبكر، بالاضافة الى الشخص اللي ما يتوظف. انزين، وكل هالكاتيجوري او هالتصنيفات هي تشمل 17% من الامريكيين، بالاضافه الى ان هم ما عندهم ضمان الا على ان هم يروحون غرفه الطوارئ في حال صار في عندهم حاله عاجله. انزين، بعدين قال لي ان ايضا من الاشياء اللي ساهمت في ان النفقات حقت الصحه ان هي تزيد خدماتها، أول شيء الـ aging population أو المجتمع، أو اللي هو مجموعة من السكان اللي هم يكونون إن أنا راقبتهم من مثلا 25 إلى كبروا بالعمر، وصلوا 60 وصلوا 75 وصلوا أكبر،
زين، وهذا سبب تغيير في الخدمات حق الأشخاص الكبار بالعمر، بالإضافة إلى مدى وعي المستهلك بالمشاكل الصحية بسبب الأكل مثلا، بسبب الجو، بسبب عوامل خطر كثيرة، وأيضا اعتماد الأشخاص بشكل كبير على الفارماكوتيكال برودكت اللي هي الأدوية مثل البنادول. مثلا في عندي أشياء كثيرة، مثلا عندي إنهم يعتمدون على البارستامول مثلا، يعني هم ما يعتمدوا على أشياء طبيعية مثلا مناعته زين قليلة، أو أي يلجأ حق أشياء ثانية، لأن قبل كانوا يعتمدوا على أشياء طبيعية مثل ثوم، بصل، زي كذا. بالإضافة إلى زيادة اللي هو التقنية المستخدمة في العلاج، واللي زادت الطلب على الخدمات الطبية. يعني قبل كان في عندهم خدمات محدودة، ليش؟ لأن هم يشتغلون بنفسهم، وهذا صعب إن هم يشتغلون على خدمات كثيرة. لكن بما أن التكنولوجيا زادت وسهل أن الشخص أنه يشتغل على خدمات كثيرة، زادت. وبعدين يقول لي أنه بالإضافة إلى مدى تقدم الطب، يعني كل ما الطب يتقدم، كل ما تقدم كل ما زاد تطور اللي هو الهيلث كير، بالإضافة إلى الفلوس اللي يدفعونها على أساس أن الفلوس اللي يدفعونها حق الإدارة على أساس أنهم ياخذون ضمان. زين، بالإضافة إلى الديفنس ميديسن. شنو الديفنس ميديسن؟ الحين أنا طبيب، زين، أعطيته خدمة طبية، لكن أنا راح أطلب مثلا أشياء ثانية، مثلا راح أطلب لابوراتوري داتا، زين، أو أنا راح أسوي له تحليل للدم أساس لو مثلا قرر إنه هو يشتكي. أنا عندي إن اللاب كلهم تظهر إنه طبيعي، يعني المشكلة صارت بعد ما طلع من عندي، فهذا المقصود بالديفنس ميديسن. وعندي إن الجهود اللي تمت أساس إن أنا أطور الكوست، أو إن أنا أطور إن ما يدفع الشخص فلوس كثيرة عشان الخدمات الطبية، صارت مع 3 ترندات أو 3 أشياء صارت. أول شيء إنه صار في عندي تغيير من ناحية إنه فقط إنه في عندي هالخدمة تساوي هالسعر، زين، إلى إنهم راحوا طوروا نماذج ثانية بحيث إن هي يصير في عندي تطور في الخدمات ويكون السعر معقول زيادة. إنزين، وصارت إن الشركات لما هم يبون يوظفوا موظفين، هم جالسين يسوون الضمانات الخاصة فيهم، ما يشتركون مع شركة ضمان ثانية. والأشخاص المسؤولين عن الدفع، إنزين، سواء كانت الجوفرمنت اللي هم الشركات المسؤولة عن الضمان والموظفين، ان هم محطوط لهم حدود، يعني اوكي انا راح ادفع لك مثلا حق اجراء طارئ 80%، لكن في اشياء هي مو بالضرورة ان هي تكون حيل مهمة، فهم يقول لهم راح تسوي هالاجراء، انا ما راح اضمن لك، تدفع من فلوسك. وعندي قال لي ايضا في عندي البروسبكتيف بيمنت سيستم، اللي هم يستخدمون البيانات حقت الدايجنوزس او حق التشخيص. زين، فهم راح ياخدون بيانات. زين، اول شيء البرنسبل دايجنوز اللي هو الشيء الاساسي، يعني مثلا هو في عنده مثلا مشكله بالدم مثل فقر الدم مثلا لنقل. زين، شو السكندري دايجنوز؟ هو لان فيه الشيء هو نقص عنده مثلا فيتامين بي 12 ايضا، زين، او زاد عنده فيتامين بي 12، والعمر والجنس الشخص، وشنو الاجراءات الجراحيه اللي سواها مثلا انه هو شال الدوده الزايده، أشياء ثانية. إنزين، وهذه راح تحدد كم التكلفة حقة الضمان، أو إنه هو كم أنا راح أدفع له. وهذا ساعد في إنه هو يخلي الشركات تركز على الأوت بيشنت أكثر من الإن بيشنت. ليش؟ لأن الأوت بيشنت هي أشياء بسيطة، يعني أنا في عندي مشكلة حالية جاية أشيك عند الدكتور، فأنا راح أطلب مثلا تحليل دم، راح اخذ اكس راي، ام ار اي، او ان انا راح يكون في عندي تحليل حق الجسم كامل. هذا شيء لاحظي، هل انا راح استمر مثلا لمدة شهر ان انا اسوي هالاشياء؟ لا، بس مرة، فهو اقل تكلفة، فهم مركزين عليه اكثر. وبعدين يقول لي ان الى اي مدى، زين، او الى اي ليفل انا لازم اهتم بالهيلث كير لاشخاص معينين. اوكي، فبالاعتماد على الريس والاثنيسيتي، زين، انا في عندي اختلاف، زين،
فالهيلثي بيبل 2020 شنو قالوا؟ إن أنا هدفي بشكل عام إن أنا أركز على جودة الصحة وأقلل من الاختلافات اللي تصير، وإن أنا أحسن الصحة لمختلف المجموعات في المجتمع. فكثر ما صار في اختلاف كثر ما أنا لازم يصير في عندي معرفة. وبعدين قال لي إن في عندي تغييرات صارت في الهيلث كير، أو إنهم صار في عندهم اعتماد حق أشياء وشالوا أشياء. فمثلا عندي أول شيء اللي هو الكوست كونتامننت، إنهم راحوا ركزوا على إن كثر الأشياء اللي هم يضمونها في الإنشورنس، بالإضافة إلى اليونيفرسال أكسس، إن هم بدال إنهم ما يخلون الضمان بس مثلا في المنطقة الوطنية، وإنه طول ما إنه في هالمكان هو عنده إنشورنس، لما يطلع ما عنده فهم ركزوا على إنه يكون على المستوى الواسع، بالإضافة إنهم يركزون على البريفنشن، إن أنا مو بس شخص في مثلا دايبيتس أنا أركز عليه، زين هو في عنده إشارات تدل إنه هو ممكن يصير في دايبيتس، فأنا أهتم فيه من إنه هو في عوامل خطر، بالإضافة إلى إن أنا راح أقلل من الفلوس اللي تندفع حق الإدارة، إنزين أو إن هي عشان أنا أسوي بيلد أب حق اللي هو الإنشورنس، راح أقلل من التكلفة اللي فيها. وبعدين يقول إن أنا في عندي برنامج صار أو بروجرام صار، شنو اسمه؟ Affordable Care Act، إنزين وأول مرة صار سنة 2010، إنزين فهو هدفه إنه يقلل من الأشخاص اللي ما عندهم إنشورنس، يعني بما معناه إنه هو يبي يزيد من الأشخاص اللي عندهم ضمان، إنزين ويحاول إنه هو يكون هالضمان يناسب كل طبقات المجتمع، وإنه هو يغير في طريقة الدفع وطريقة توصيل اللي هو الخدمات الصحية إلى أفضل طريقة، ويركز على البريفنشن والبرايمري كير، يعني أنا شفت عوامل خطر أحاول أن أعالجها زي كذا. بعدين يقول لي الكوست افكتيفنس حق النيوتريشن سيرفيسز، فهم قالوا لي إن لما سووا كير من ناحية النيوتريشن شافوا إن يقدرون إن هم يعطوني إرشادات مفصلة، زين وهذا راح يرتبط بأن الأشخاص راح يعيشون لمدة أطول وبصحة أفضل، زين والبروتوكولات اللي سووها ساعدت في إن هي تقلل من السعر على أساس إن هم يكون في عندهم إنشورنس، فهذا أسميه كوست افكتيفنس. وكل الأشخاص اللي يشتغلون في المجال أو إنهم هدفهم إنهم يقدمون خدمة صحية لازم يضمنون لي إنزين إنهم يقدمون خدمات صحية بشكل جيد مع أسعار أقل من ناحية الـ Nutrition Programs. بعدين تضمن لي اللي هو الـ Medical Nutrition Therapy والـ Medicare Reform، فقال لي إن من سنة 1992 الأكاديمية حق إنهم يسوون أولوية حق الإنشورنس شنو قالت؟ إن أنا من تضمنت اللي هو إن الـ MNT أو الميديكال نيوتريشن ثيرابي شفت إن في فوايد أكثر من ناحية توصيل الخدمة الصحية، وصار في عندي تركيز على إن أنا يكون في عندي إن المبالغ اللي تتعوض على حسب البرامج الحالية اللي هي تكون من ناحية الحكومة، ومن ناحية الميديكير زين صار إن الأمنتي من ناحية البارت بي، يعني الشخص يبي إنه يروح حق أخصائي تغذية ويشوف موال ويشوف وزنه وصحته بشكل عام كيفه، ما يبي ما راح أجبره زين. وأيضا في دراسة صارت من أكاديمية قالت إن قدروا إن هما يحفظون فلوس أكثر زين، أو إنهم قللوا التكلفة لما خلوا الأشخاص ياخدوا الامنتي، خاصة للأشخاص اللي فيهم دايبيتس وكارديو فاسكولار ديزيز، يعني لما تجيب الأشخاص اللي فيهم مرض قلب أو سكري شفت إنهم لما يتلقون رعاية صحية غذائية شفت إن هو عندي شيء أكثر فعالية وأقل تكلفة. وشنو التغييرات اللي راح يسوونها في المستقبل؟ أول شيء صار في عندي تغيير زين من ناحية إن أنا أركز على المرض إلى إن أنا أركز على العافية، وهذا خلى إن التعليم الطبي يتغير زين إلى إن أنا أركز على عافية الشخص وأدرس المرض فقط، أدرس أنا شلون أخفيه من حياة الشخص، زين والهيلث كير لازم أتغير
لازم تغير نظامها إلى التركيز على اللي هو البريفنشن وتعزيز الصحة أكثر من أنهم يعالجون مشاكل صحية حادة. إنزين، ولازم إن النيوتريشن سيرفيسز تكون بارت من البريفنتيف كير أو إنه من الإجراءات الوقائية. وآخر نقطتين يقول لي أن الكوميونتي نيوتريشن، إنزين، أو الأشخاص اللي يشتغلون في الكوميونتي نيوتريشن لازم إنهم يتعلمون أكثر على اللي هو الخدمات الصحية وشنو فائدتها على الأشخاص من ناحية القواعد اللي عندهم، وهذا بدالي من موافقة محلية وإنهم يستمرون على نفس النهج. وهذا هو الشابتر.